يعني في البداية دعونا نستذكر أنه في هذا اليوم أو لغاية هذا اليوم فقدنا أكثر من 140 زميل صحفي من قطاع غزة، وهذه الحرب الأكبر اللي بيروح فيها صحفيين يفترض أنهم محميين بحكم القانون الدولي وبحكم كل ما يسخر للصحافة من حماية من وسائل. لم يرضى هذا الاحتلال من قتل هذا العدد الكبير من الصحفيين، فالرحمة والشهداء لأرواحهم طبعا. هذه الإبادة تختلف عن أي حرب من الحروب السابقة اللي عشناها في قطاع غزة، وكذلك تختلف عن الحروب اللي أنا غطيتها حول العالم. في أغلب الحروب اللي خارج قطاع غزة عادة لما بنروح بنغطي، الصحفي بيكون يفترض دائما في له نقاط محمي فيها، ما في أي صحفي بيتعرض للقصف، ما في أي صحفي بيتعرض للاعتداء. الحرب بتكون بين جيش وجيش، بين عسكر وعسكر، لكن في غزة الاحتلال يتعمد استهداف المدنيين، يتعمد قتل الأطفال، أكثر من تقريبا 40,000 شهيد الآن و10,000 في ضمن المفقودين. هذا الرقم يعني ندل على شيء، فإنما يدل على أنه الحرب هذه هي حرب تطهير عرقي بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، لا يريد أن يبقي على شيء في قطاع غزة، لا يريد أن يبقي على بشر ولا على الحجر حتى كذلك. في مختلف الحروب السابقة اللي غطيناها في قطاع غزة لم تكن هذه الكثافة النارية موجودة، ولم يكن هذا العدد من الشهداء الذين سقطوا في هذه الإبادة بهذا الشكل. كذلك طبيعة الإصابات والأطباء اللي يعني كانوا شاهدين على هذا الشيء، وإحنا كذلك نوعية الإصابات اللي كنا بنشوفها لما بتيجي على المستشفيات إصابات مختلفة عن باقي الحروق، عن باقي الإصابات السابقة، يعني حروق من الدرجات الأولى، تفجر في أعضاء الجسم الداخلية، تشوهات أجساد بدون رؤوس، حوامل كذلك بطونها يعني بقرت بسبب القصف الإسرائيلي وشدة الانفجار. كذلك الآن الاحتلال الإسرائيلي لا يستهدف، إذا كان هناك كما يدعي أن هناك أهداف مطلوبة للاحتلال، لا يتم تحييد أو استهداف هذه الأهداف بدقة، أو لا يتم استهداف هؤلاء الأشخاص بدون يعني المس بالمدنيين، بل على العكس تماما، مستعد أن يضحي ب 100 شهيد في المقابل أنه يعني يتمكن ينال من هدف عسكري حسب ما يقول. أي نعم، كما شاهد العالم كله في مجزرة النصيرات قبل 4 أيام مقابل أن يحرر حسب ما يقول 4 رهائن، قتل أكثر من 270 طفل وامرأة وشاب في مدينة النصيرات أمام العالم، أعدمهم بالرصاص الحي، أعدمهم بالمدفعية، أعدمهم بالطيران المروحي، بالطائرات المسيرة. الاحتلال الإسرائيلي لا يدخر سبيل في أن يجرب أي نوع من الأسلحة، هو يتخذ من غزة الآن مسرح تجارب كامل من أجل أن يمارس عن جهيته ويمارس هذه الحرب مع الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الدول التي تدعم هذا الاحتلال. أنت بقيت في غزة قبل أن تتمكن من الخروج على أن تعود حينما يعاد فتح المعبر، بقيت حوالي 7 أشهر. كنا عم نذكر أو كنت عم تذكر بأول الحلقة بأنه يجب أن نستذكر أن هناك أكثر من 140 صحفي قتلوا في هذه الحرب. ربما السؤال رح يكون شوي يعني بديهي إذا بدك، يعني لا أحد، الكل يعرف حجم الإجرام المستخدم من قبل الاحتلال الإسرائيلي في غزة، ولكن هذه أول أو ربما التقارير تشير أن هذه أكثر حرب يسقط فيها شهداء صحفيين من مجمل المعارك أو الحروب التي حصلت. برأيك هل الاستهداف الصحفيين في غزة كان له هدف بعيد بالنسبة للإسرائيليين، أو هو فقط يعني ضمن الإجرام؟ يعني كانت تؤثر، كانت تساهم الصور التي كنتم تلتقطونها في غزة، هل زادت الوتيرة منذ بداية الحرب حينما بدأت هذه الصور أو هذه الحملة العالمية أن تتشكل؟ يعني الاحتلال الإسرائيلي يتعمد دائما استهداف الكفاءات الفلسطينية بشكل عام، يتعمد استهداف الأطباء، العلماء، المهندسين،
العقول المفكرة التي من شأنها أن تساهم في إعادة إعمار هذا البلد، في المساهمة في إنقاذ خدمة شعبها، هذا على صعيد الكفاءات. أما على صعيد الصحفيين، الاحتلال الإسرائيلي دائما كان يتعمد على استهداف الصحفيين بشكل مباشر، يتعمد استهداف المكاتب الصحفية، يتعمد استهداف عوائل الصحفيين وبيوتهم من أجل أن يوجع هذا الصحفي الفلسطيني ويلجمه وأن يسكته ويخرس عن نقل هذه الحقيقة للعالم.